عليكم، مساكم الله بالخير. تشوفون السيارات العشرين هذه النظيفة الجديدة واللون المميز هذه؟ هذه سيارات أجرة جديدة دشنها مطار الملك خالد، اللي هي سيارات الأجرة الخاصة فيهم. هذه بإذن الله بتغير طريقة التنقل من المطار إلى منازلكم. خلاص ما عاد فيه التكاسي القديمة اللي أنتم كلكم معتادين عليها، اللي يلفلف في الحواري ويحاول يزيد السعر، اللي النظافة متدنية فيها. لا، هنا في خدمة جديدة منافسة وقوية جدا، وبنتكلم عنها وبنشوف كيف ممكن تستفيدون منها إذا وصلتوا مطار الملك خالد. هذه سيارات الأجرة من الداخل، وش المميز فيها؟ خيارات دفع متعددة سواء بالبطاقة أو بالكاش، والشيء الأهم ما عاد فيه كم توديني يا محمد، فيه عداد يبدأ من 10 ريال. وش المميز في العداد؟ على طول بيانات السائق ورقمه للموثوقية أكثر، والأهم تتبع. أنت بتشوف من الشاشة هذه، بوريكم إياها في الخلف، مكان ما تحرك من المطار لين توصل بيتك، يعني لف يمين يسار كل شيء مسجل ومعروف. يا سلام، زي ما شفتوا أعزائي المشاهدين، احنا دائما نشوف الوسائل التقليدية، التلفزيون وبرضو الصحف والشغلات هذه بيقدمون تغطيات. اليوم لا، مشاهير سناب شات جالسين يقدمون تغطيات زي ما شفتوا هالتكاسي اللي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل رهيب جدا، وفكرتها أيضا رهيب.